تعانقت جبال تعز وسط فرحة توثق هذه اللحظات المشرقة في ليل المدينة، مؤذنة بانفراج الحصار المر الذي عانته لأشهر خلت. اللحظات الأولى من التحام المقاومة الشعبية في الجبهة الجنوبية الغربية، وتحديدا في منطقة الضباب، لتسجيل إعلان فك الحصار إلى غير رجعة. ومن هنا وقدام السجن المركزي بعد الضباب الآن نعلن فك الحصار إلى غير نهاية إن شاء الله تعالى. كسر الحصار إذن، وتحررت إحدى أهم بوابات المدينة في توقيت بالغ الدلالة. ففي مثل هذه الأيام من العام الماضي، وتحديدا في 11 من مارس، تم اجتياح تعز من قبل الميليشيا لتدشن حربها ضد المدينة التي كانت الرقم الأصعب في تاريخ النضال الوطني، على امتداد مراحله ليدور الزمن دورته هذه المرة على رؤوس الانقلابيين. فاليوم وتحديدا 11 من مارس أيضا، بعد عام كامل، يأتي كسر الحصار لتشرق الحرية من مغرب المدينة وتحررها من الحصار الذي أطبق طويلا على روح تعز. وبعد سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة على منطقة الضباب وبير باشا ومقر اللواء 35، وإعلان قوات الجيش الوطني أيضا استكمال السيطرة على مديرية المسراخ والقروض، تدور المعارك في خطوط التماس على الجبهة الشرقية قرب القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة، لتؤكد أن نفس المعركة لن ينتهي إلا بتحرير أطراف تعز كليا. فبالرغم من أن تعز لا تزال واقعة تحت حصار الميليشيا في بوابتيها الغربية باتجاه الحديدة وشرقها الشمالي في الحوبان، إلا أن فتح الطريق الجنوبية التي تربط مدينة تعز والضباب والنشمة وصولا إلى عدن تكون قد مهدت الطريق لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية للمدينة المحاصرة منذ أشهر طويلة. رغم ملامح الابتهاج التي عمت المدينة وسكانها فرحا بهذا النصر، يدرك أبناء تعز المهام الجليلة التي تنتظرهم بعد تحريرها، سواء في تثبيت الأمن أو تعزيز وجود الدولة وتحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. تركة ثقيلة خلفتها حرب الميليشيا في مدينة تعز تظل حتى بعد خسارتها المواجهات في غرب المدينة، فما خلفته الميليشيا من ألغام ومتفجرات في طريق الضباب والمناطق التي خسرتها تظل أبرز العقبات التي تواجه رجال المقاومة وسكان المناطق المحررة، ناهيك عن الدمار وما خلفته الحرب.